أعيش في الخير وأبعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وأنا مضطر، وكان نفسي أعيش في الخير وأبعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وأنا مضطر. جايز أكون غلطان وجايز لقيت الحل، إني في حياتي أعيش ولا تلاقي لي برا. جايز أكون غلطان وجايز لقيت الحل، إني في حياتي أعيش ولا تلاقي لي برا. بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر، كان نفسي اعيش، بتوشر مع ناس لا ليا كتير ولا حست فيهم بالمر، محكوم علي عيش مع ناس بتوشر، مع ناس لا ليا كتير ولا حست فيهم بالمر. مين دول؟ أمن العمارة؟ Show me your passport. I didn't find anything. You are in my area. Don't do anything wrong. Okay, okay, sure, sure, sure. تعرفي والله يا شماء الواد نحله طلع جدع. اسكتي، ده انا دمي نشف لما شافني، قلت هيجي يفتن وهروح في 60 داهيه مع امك. بس انتي برضو ابقي خدي بالك. هعمل ايه يعني؟ مش من مزاجي يعني. يلا بقى، اللي حصل حصل. شيماء، ايوه. ايه ده، انت هنا؟ ايه، انت نازله ولا ايه؟ راح اصور ورق. الله، وما صورتيهوش امبارح وانت راجعه ليه؟ جايه النهارده وانت في يوم اجازتك ونازله تصوري؟ كان زحمه. والنهارده اللي رايق مش هتاخر. بقول لك ايه، ما انتش نازله بيت يا شهد، روحي اعملي لي كوبايه شاي عشان اروق بيها نافوخي. دي توزيعه بقى وين ولا ايه؟ امشي روحي اعملي الشاي. رايحه اهو. شيماء، بقول لك ايه، تعالي
عايزاكي في كلمتين. اسود ده كمين عسل. واي كمين يا معلم؟ باينه زي الشمس. جم جري على الحمام عارفين هم رايحين فين وبيدوروا على ايه. قضيه 100 100. بدله حمرا على طول. ايه دي سهره العمر اللي كان هيسهرها لنا؟ عمر مين يا عم؟ ده احنا عمرنا كان هنروح حضر. للكارب. قفل تليفونه يا عم. طبعا لازم يقفل تليفونه، ما عمل اللي عليه خلاص. يا جدعان لازم نخلع من هنا بسرعه. نخلع بقى فين؟ نشوف لنا اي حته نقعد فيها. انا عارفه اني غلطت كتير، بس ما كنتش اتخيل ابدا ان عقابي هيكون في ابني. عاقبني في اي حاجه الا هو. يا رب انا ماليش غيره. يا رب رجعهولي، رجعهولي يا رب. اجيلك في وقت تاني؟ لا يا بابي تعال. في اخبار يا بابي؟ لا يا حبيبتي، بس عمال افكر في موضوع داليا ده. مش عارف لو اتاخرنا اكتر من كده وكانت هي اللي ورا سعيد فعلا، ايه اللي ممكن يحصل تاني؟ مش عارف. ايوه يا بابي انا عايزاك تعمل كده. انا متاكده ان هي ليها ايد في اللي احنا فيه. حاضر يا حبيبتي، حاضر. طب ما تجيبي كده من الاخر يا سونا وتقولي لي عايزه ايه؟ بعد كل اللي قلته ده وما انتش فاهمه؟ لا مش فاهمه، هاتيها لي كده بصريح العباره وقولي لي هو مين؟ هو ايه كهن البنات ده؟ ما انت فاهمه اهو، الواد سيد سيكا اللي عليه العين والنية. سيد اخو الرايق؟ اه ماله، في ايه؟ ايه رأيك فيه؟ رأيي ازاي؟ زي الناس، الواد راجع من بره عاكم له قرشين حلوين، واد على قد ايدنا، واد جدع، وهو ده اللي يصونك. هو قال لك حاجة؟ لا ما قاليش حاجة خالص. أمال أنت بتتكلمي كده إزاي؟ أروح أطلب إيده ولا لعب له حواجبي ولا أفرع الناصية ياما؟ إيه رأيك أفرع الناصية؟ أفرع الناصية. بت يا شيماء كلميني عادل يا بت. وأنت بتكلميني كده إزاي ياما؟ في أم تكلم بنتها كده؟ آه تكلمها كده ونص، إيه رأيك فيه؟ ردي عليا. لا ياما، لا مش عاجبني ومش هتجوزه ولا هو ولا غيره، أنا أعدالك، أعدالك ياما. نعم يا الدلعة دي، مش هتتجوزي ده إيه؟ لا الكلام ده ما يطمنش يا شيماء، قولي لي مخبية عني إيه؟ يوه ياما. طيب يا شيماء وحياة أمي لأكون عارفة كل حاجة. والنهاردة وبعدين في بوري ده هنعمل إيه يعني؟ هيعمل إيه هو في الآخر يعني؟ والله حسب كلام الواد سيكا إنه بيخلص أي حوار، بس كله بحسابه. يا عم بحسابه بحسابه، بس يرد علينا في الأول. ده عامل فيها نجم وما بيردش علينا الغريبة. أيوة يعني السواح يعني في الآخر يعني ولا إيه؟ بقول لك إيه؟ أنت تكلم الواد سيكا في مصر تفهمه إن هو ما بيردش علينا، فلازم يكلمه يديله نمرتي، يا إما يتصل بينا يا إما يرد علينا. هات التليفون. يا سيكا يا حبيبي، وانت كمان وحشني. ايه الحوار ده؟ الواد اللي عندك ده انا هنفخه بس لما اجي. بعدين اقول له. الواد صاحبك الطلياني بيكلمه وما بيردش، مش عارفين نوصل له. كلمه كده خليه يكلمنا، اديله رقم حتى يوسف يكلمنا عليه. حلو برضه كلمه انت على طول، بس النبي رد علينا بسرعه يا سيكا. يلا سلام يا حبيبي. سلام. تمام هيكلمه خليه يجي لنا من ايطاليا علينا على طول. وده عبال ما يهز طوله ويجي من ايطاليا لحد هنا ناخد فيها قد ايه كمان؟ ساعة ونص بكتير. بقول لك ده مين؟ بص بقى، رغم الجمال والنظافة اللي احنا فيها دي، بس القهوة بتاعتك أحسن من أي مكان يا جدع. أنت بتتريق هلا ولا في إيه؟ أه بتريق. ماشي يا ديب. ولا البت دي تيجي إيه في حلاوة الواد نحلة؟ أنت كمان؟ طب وحياة أمك أنت، هو ما أنتوا داخلين القهوة تاني يا جزم. إيه ده بقى؟ في إيه يا جدع أنت؟ أنا بنسخنك بس عشان الساعة اللي إحنا فيها دي. يا عم سيبوني في حالي. بقول لكم إيه؟ أنا زهقت من القعدة دي، تيجي نفك هوا شوية. ونفضل بقى جارين ورانا الشنط دي كلها. يا عم هنسيب الشنط عند الولاية دي ساعتين وبعدين نرجع ناخد. يلا. نضرب البتاعة دي. يا عم هاتها معايا، امسك. يلا. اه بالراحة. هات البادي دي اللي معلقة هنا. الله، أنا مش قلت يا بنتي إنها تتغسل؟ بيغسليها. ألو. أي يوسف، إيه الأخبار؟ بتقول ايه؟ لقيتوه؟ لقيتوا رامي؟ لقوا رامي؟
لا رامي داني. الو الو خط قطع. لازم اقول لك بسرعه. اروح لك بسرعه. لسه جاي تليفون للشيمي دلوقتي وبيقولوا ان هم لقوا رامي. الو سعيد انت ما بتردش ليه؟ واضح انك انت جيت تكلمي سعيد. طلبتيني انا سعيد ايه؟ انا ما تهزميش. انا خدت موبايلك مسحت معايا اسمي ومسحت كلمه سعيد وحطيت كلمه باسمه عشان تتصلي بيه ارد عليك انا وده اللي حصل. طيب اسمعني ساره طول عمر غالية كابتور عليك نكوسها. انا كنت بصدقها. اطلعي بره! لم حد اطلعي بره! شيمي حرام عليك اسمعني يا ارجوك! انت بتتكلم سعيد ازاي؟ اطلعي بره يا ابني! بره! ايه ده؟ حتى الطوب بتلعبوا كرة؟ اهو حاجة نتسلى فيها عقبال ما تيجي. ايه اللي اخرك؟ امي قفشتني وانا نازلة. ايوه واسطواني كل يوم بقى، كنت فين ورايحة فين وجاية منين؟ لا المرة دي جايبالي عريس. نعم؟ جايبالك ايه يا باشمهندس؟ انت حد تقدم لك ولا ايه؟ ولا تقدم ولا نيله، هي فجأة كده طقت في دماغها، ده واحد جارنا كان مسافر ولسه راجع من السفر، فجأة زنقتهولي، ما اعرفش ليه، غير بقى الموضوع ده. أغير موضوع؟ أنا فتحت موضوع ولا اتكلمت فيه ولا قلت أي حاجة؟ أنا مش عايز أسمع حاجة خالص أصلاً. غلستك. غلستي؟ العريس قال، على الحرام من دي نقطع رقبتك من جسمك. هو ده الصايع الضايع اللي مضيعك؟ هو ده الصايع الضايع اللي مميل عقلك؟ إيه ده إيه ده؟ تعالى. في أنت مين يا ولية؟ أنا مين يا ولية؟ أنت يا ابن الكلب أنت اللي مين؟ ماما يا حكا تموي لما يشحت في قلبك. اسمعي بس يا حاج. أنت ولا يا صايع. هفهمك يا ابن الكلب. أنت بس هفهمك يا حاج. ما حصلش حاجة. هو أنت كنت لسه نازل مستني يحصل حاجة؟ الحقوني يا ناس. هفهمك بس يا حاج. أبو سيدي خد الحقوني. أسمعك ده إيه؟ أبو سيدي. أنا مش حاجة يا جدعان. عليا النعمة لو أوريك. يا ستي تعالى. تعالى يا ابني. يا راي في مالك؟ لا بدنا ديبه بس بنت موحى وحشتني حبتين. وحشتك؟ ده احنا مبقالناش يوم لحقت. ما انا كمان يا اخي والله مستغرب. كنت فاكر ان انا لو غبت 20 سنه حتى ولا كان هيبقى في دماغي ولا يفرق معايا. بس عارف انت لما يكون في حد ناقصك الحته اللي بتكمل يومك بتكمل حياتك حتى لو ما قعدناش ما اتكلمناش صوتها يا اخي بيرن في ودني زي الجرس في الشارع في البيت في القهوه في كل حته. فاهم اللي انا بقوله على اللي عمال تهزلي في دماغك وخلاص؟ لا فاهمك احنا ايه. سيبك منه ده قلبه جامد. طب انا عارف ملوش في الجو ده خالص. انا كمان امينه وحشتني قوي. امينه تاني يا ديبو امينه هو كمان في امينه وانا معرفش انتوا بتحكوا بعض من ورايا ولا ايه؟ امينه دي زي نغمه المزيكا اللي تسمعها وتشوفها في نفس الوقت وانا معاها مكون مبسوط قوي. بحس اني فصلت عن الدنيا ورحت الدنيا تانية خالص. اتكلم براحتي حد فاهمك اكتر ما انت فاهم نفسك. بكون معاه بعبلي كده. مش عايز اي حاجه من الدنيا. بكون حر من الاخر يعني. ببقى سعيد معاها يا رايق. طب وامينه دي حصلت امتى بقى؟ زي الحلم تفضل تحلم بيه وتسرح بيه بخيالك وفجاه تلاقيه قدامك بيحصل بجد. الله يكون في عونكم. والله صعبين عليا. صعبين عليك. انت عشان ما بتفهمش في الحاجات دي خالص. احسن يا عم خليني كده مش فاهم. اللي انا فاهمه حاجه واحده ان الدنيا دي عامله زي الكرباج ولو فضلت اسبن لها واتنحنح لها زي ما انتوا بتعملوا كده هتروح لسعاني على ظهري وتعلم عليا وانا ظهري خلاص مش ناقص علامة. اتفضل يا سيدي. بقول لك ايه الصح انك تقع على واحده ترميك لفوق
وبعد كده بقى تيجي الكمانجات وواحده تكملك وواحده تحلم بيها، وان شاء الله عنهم ما جوهم حتى لو ما جوش. ولا تصدق ان احنا هبلة اصلا ان احنا حكينا لك على اي حاجه؟ صح والله العظيم عندك حق يا ديما. فين باولو؟ فين باولو؟ هكلمه. باولو فين؟ خلينا نقوم بالساعه اللي احنا فيها دي. هو بيتصل. استنى. الو يا باولو. في ايه يا نحلة؟ مفيش حاجة، عادي عادي يا سيدي. يعني انت قاعد على ودانك كده؟ ايوه. لا انا معاك. لا ده حوار كده. سيك انا همشي اروح مشرد راجع تاني. يا عم امشي يا عم. تاني؟ طب افرضي لو جوزك طب علينا، هتقولي له ايه؟ السلام عليكم. ايه؟ يا واد يا سيكا. اخوك في الرضاعة؟ يا حنين. يا ولا. طب قولي لي. واد يا نحلة. خليك كم اخ في الرضاعة. يا نهار اسود، ده فريق كوره. يا واد انا عاوزه باكيت سكر يا ولا. قربي علي. طيب يا اللي على الباب. طيب طيب يا اخويا، متسربع على ايه؟ انا جاي اهو، انا جاي بالهداوه شويه. هو انا هروح فين يعني؟ اها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ايه ده؟ ايه ده يا حبيبتي؟ لازم تنزلي تنتخبي. انتخب ده هو بالذات يعني؟ ده ايه ده؟ حزب اللمبه. حزب اللمبة؟ طب يعني مش معنى ده هو بالذات يعني اللي هنتخبه يعني؟ عشان تدخلي الجنة. ايه؟ يعني أنا لما انتخب ده هو هياخد بإيدي للجنة؟ ما شاء الله ما شاء الله والله. طب طب يعني هي الجنة دلوقتي بياخدوها بالانتخابات؟ أنا أعرف يا حبيبتي إن الانتخابات زمان كانت بتودي جهنم الحمراء. أي والله. بس معلش ننتخبه. خلاص يا حبيبتي إن شاء الله هننتخبه. السلام عليكم. مع ألف سلامة. مع السلامة يا حبيبتي. بقول لك يا ديبو، ما تيجي تجيب حاجة لأمك من هناك تفرحها بيها. يا عم الحاجات دي كلها موجودة في مصر. مصر؟ أنهي مصر بقى لي فيها الحاجات زي دي؟ مصر التانية. مصر بيدخلوها بكرنيات. كل الحاجات دي موجودة فيها، بس الثمن أغلى شوية. مالك يا يوسف؟ مخنوق. حاسس ان الواد زياد ده علم علينا. يا عم سيبك منه بقى دلوقتي، تعال خش نجيب شويه حاجات للناس اللي في مصر دول. يلا يلا فكك. ينيلك مالك يا بت مساهتنا كده ليه؟ في ايه يعني؟ انت مش عارفه في ايه؟ عارفه ومش متوقعكي في اللي انت فيه ده. ايه اللي انا فيه؟ هو انا عملت حاجه اصلا؟ ده ديب هو اللي متعافي وعمال يشوط فيه زي ما يكون كره كاوتش، وكل شوطه ايه انا احمد تاني وانا ساكته وهو متعافي عليا قوي. يا موحى بقول لك ايه، والنبي خليني ساكته وكاتمه في جوايا وخلاص. ساكته ده ايه؟ وانا هسيبك بنارك كده؟ فضفضي يا بت. يو ده مين مستني؟ الو يا موحى. عامله يا بت؟ ازيك وازاي امك؟ على فكره يا بنت موحى انت وحشتيني قوي. او ربنا وحشتيني. وانت كمان وحشني اكتر. عامل ايه؟ لا انا تمام، ما تقلقيش عليا. انا حتى كان نفسه معايا قوي هنا. حد جوه المحل نفس الشريك كل حاجه يا بنت. يا لهوي، هو السفر يعني بيخلي الواحد يتكلم كلام حلو كده؟ خلي بالك من نفسك. ماشي يا حبيبتي. لا 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 بالحق. بقول لك ايه، هو ديبو جنبك؟ اصل بنت جيجي كانت عايزه تكلمك. مش هكلمك يا بنت، طفي نارك، مش عايزه اكلمك. يو جت على التليفون. بس بقول لك ايه، انجز عشان الكارت. ها ازيك يا جيجي؟
ازيك انت يا ديبو؟ عامل ايه؟ انا كويسه الحمد لله، طمني عليك. لا يا غرام، العيشه كويسه والدنيا زي الفل الحمد لله. طب خلي بالك من نفسك. طيب الرصيد بس هيخلص. طيب ماشي، سلام. ايه رايك؟ لسه الفار بيلعب في عيب بيلا يا اختي؟ ما بيلعبش. تسلمي. اه بالراحه يا بت. ايه يا بت مالك في ايه؟ خالتك سونا جات لها الهفه ونزلت عليا بالمنفضه وهاتك يا ضرب. ليه؟ انا عارفه يا اختي، كنت بحوش عن شيماء، ما حكايتها مع احمد اتعرف. يا نهار ابيض، مين اللي قالها؟ والنبي ما اعرف، بس شكله كده الواد نحل، مفيش حد غيره يعرف، هو اللي شافهم قبل كده مع بعض. يخرب بيته الواطي. لا اصبري عليا، اما طلعت البلا الازرق على جدته ما بقاش انا موح. سيكا فين يا واد؟ جميلة عليك. العظيم تمام. ايه يا واد؟ انت اسمك شفتورة؟ طب نصيبة في شكلك. خد يا ولد، انتخب الراجل ده، اللي بينتخبه بيروح الجنة على طول. نحلة يا واد يا نحلة. ايه لهي نحلة تقرصك في صرصور ودنك عشان تنطرش أكتر من تقطرش؟ هم حاطين السكر فين يا أختي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر عليك، انت واد رزل ورخن، حاطينه فين يا اختي السكر؟ يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اه ياني ياني يا ما ياني يا ما ياني 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 ياني. انت مين يا اخويا؟ يا خرابي، انت مالك يا اخويا؟ انت هتتخني؟ اشيل لك ده. هي حاضر حاضر هشيلها لك. يا عين امك، ده انت فكني والنبي الله يخليك. افكك؟ ايوه والنبي. لا لا، لما استعلم عن شخصيتك الاول. حاضر. اشوف انت مين. الله، قول لي يا اخوي، انت مين ربطك الربطه المنيله بستين نيله دهي ورماك الرميه السوده دهي؟ عيل ابن حرام كان داخل يسرق، قفشته ضربته، ضربني وربطني. فكيني والنبي الله يخليك. انت عارف هما اصل هما لما بيشوفوا الرايق مسافر ومش موجود هنا هو بيستنهزوا الفرصه بقى. طب فكيني والنبي، ولما يجي الرايق قولي له على مهلك، فكيني عشان الحقه. تلحق مين؟ الرايق؟ لا الحرام. متاكدين ده الاوتيل ولا ايه؟ مفيش غيره في الشارع. We need the room for three people, please. Can you give me your passport, please? Your Egyptians? Yes. Your friend already made a reservation for you. Here is room 16. Our friend made reservation? Yeah. Okay. Thank you. ماشي يا قط، هستنى قلوقك من 6 ل 7، بس لو ما اتصلتيش حجزك هيروح. اه واخد اللي بعديك، هو ده النظام. ماشي يا قط، سلام. ده ايه يا واد يا سيكا يا واد؟ انت ما بتعبرنيش الا بنده عليك يا واد. وبعدين ايه حكايه القطه اللي عماله تنونولك في التليفونات دي يا واد؟ قطه عمتي، بس قطه على ايه؟ صاروخ. يلا يلا على الصواريخ يلا. ايه يا عمتي؟ انت ايه اللي جابك هنا صحيح؟ ايه اللي نزلك؟ والله ما انا فاكره يا ابني. ايوه افتكرت دلوقتي، لما شفت وشك كنت عاوزه باكيت سكر اعمل لك سد الحنك. الا قول لي يا سيكا، الراجل اللي الطيب ابن الحلال الامير المحترم للامراء ده اللي كان جوه ده يبقى مين؟ اللي كان جوه فين؟ في المخزن يا واد. المخزن؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، وديتيه فين يا عمتي؟ سبته فكيته وجري علشان خاطر يلحق الحرام ابن الحرام. وديتيه يا نهار اسود. ايه يا معلم ده؟ هو باولو ده يطلع نمره ولا ايه؟ هو مسيستم كل حاجه قبل ما نيجي؟ هنبتدي بقى من اولها. انا ما كنتش هجيبك معانا، بس انا عارف انت نفسك تركب طياره. نفسي اركب طياره؟ لا نفسي اركب الهوا. يا عم الحلو انت، هو احنا هنقعد نهزر؟ ما باولو ده ممكن يطلع اوسخ من زياد. ازاي يعني؟ بقول لك تبع اخويا، اخويا هيلبسنا في الحيطه. طب ما الدهشوري ما كانش المفروض يلبسنا في حيطه ولبسنا مع زياد. ايه مالك؟ ايه ده؟ ايه ده انت عامل حاجه؟ انت مين؟ باولو. باولو انا سيكا كلمني عنكم وقال لي على السلاح اللي انتم محتاجينه.
مالك يا عم في ايه؟ انت بتعاملها بقرف يعني ليه كده؟ في ايه؟ وبعدين ايه موضوع باولو وطلياني وبتاع ايه الجو ده في ايه؟ لا 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 مفيش حاجه، بس انا ابويا مصري وامي طليانيه. وبعدين انا عشت في مصر اكتر ما عشت في ايطاليا. ماشي احنا بنفهم بس. عشت ده سامي يا عم باولو، بقول لك ايه؟ السلاح تمام. بس احنا هنحتاج منك شويه معلومات ثانيه. دلوقتي في منطقه اسمها ميرنا، عايزين نوصل لها، ازاي؟ انتوا مين بقى تحذروا بقى؟ بص بقى المنطقه دي بتدور على المافيا، وبعدين صعب الدخول ليها جدا. احنا بقى عايزين ندخلها. وعايزين نعرف كمان معلومات عن واحد اسمه زياد بصيبر. هجيب لكم كل حاجه، بس بقى دي باتفاق جديده خالص. اتفقنا. امين انا مش عارف هل ينفع انشر تحقيق زي ده في الوقت ده؟ ليه لا حضرتك؟ لان تحقيق زي ده هيقفل بعض القراء مننا. يعني ايه الناس هتنتخب عن جهل؟ يعني ايه الناس مشاعرهم الدينيه هي اللي بتحركهم؟ اقول ايه للراجل البسيط اللي بيشتري الجريده؟ اقول له انت جاهل؟ اقول له انت حمار؟ يا فندم دي حقيقه انا شفتها بعينيا، في ناس كتيره جدا بتنزل تنتخب ناس هي اصلا ما تعرفهاش، وفي المقابل في ناس بقى قليله جدا بتنتخب عن قناعه، ده واقع. ما ينفعش ما ينفعش نبقى مباشرين كده، ما ينفعش ندي الناس خبط لزق. الناس فرحانين بالانتخابات، ما ينفعش نحبطهم. يعني التحقيق مش هيتنشر؟ هيتنشر. اقعدي يا امين، اقعدي. انا عارف ان انت ذكيه ووطنيه ومثقفه، بس واحده واحده. الو؟ ايه؟ الشبكات عنيفه؟ بين الشرطه والمتظاهرين؟ طيب طيب انا هتصرف. فندم انا فاضيه دلوقتي وممكن انزل اغطي الاشتباكات دي حالا. انت ما ينفعش تروحي، انا هتصرف. ايوه عزم، في شبكات عنيفه في محمد محمود. ولما لما تحلى في ساعه العصاري تفتح مزاد على الحب تلقى الف شاري. بقول لك ايه، الجدع اللي اسمه باولو ده اختفى ادي يومين اهو، لا حس ولا خبر ولا معلومه حتى بجنيه. يا عم معلومة ايه وبتاع ايه؟ انت عايش في احلى بلد واحلى نظافه، ده الواحد نفسه يقضي بيت عمره هنا يا اخي. بقيت عمرك انت ايه؟ شويه الهواء النظيف اللي حاصل لك دماغك ولا ايه؟ بقول لك يطلع منها. والله ما تقدر تعيش هنا. خلاص احنا خدنا على مصر ومصر خدت علينا، طبعنا على بعض زي تيل فراول. ايه جو الفصلان ده يا اخي؟ ايه؟ ارحمني شويه. هو الواد مني فين؟ اتاخر ليه كده؟ نزل يجيب اكل وسجاير. انا عليه واحد يكون جرى له حاجه. اهو جه اهو. ايه يا عم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اتأخرت ليه كده؟ ولا حاجة، بجيب سجاير وأكل وشوية حاجات كده وبيرة وبتاع. إيه ده؟ طب سجاير وفهمناها. إيه ده؟ إيه دي؟ آه دي لعبة. لعبة 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 يا عم، في إيه؟ فرح عبادة بخمسة جنيه يعني. أيوه يعني إيه لازمتها نجيبها ليه؟ يا عم لعبة جايبها عادي، جايبها عشان الواد، الواد عشان أول ما يشوفنا يحبنا وما يخافش مننا يعني. يا حنين ده من امتى الكلام ده بقى يا عم ميمي؟ كريها يا عم يوسف، انت طلعنا على المسرح ما تنزل من على وداني. ماشي ميمي، ربنا ان شاء الله يرزقك بواد زيه. ايه؟ يرزقك بواد زيه. طلع سجاير. هتودي الفستان يا مديحه؟ ايوه يا مدام، هخطف رجلي ساعه كده واروح لمدام غاده قبل ما تشغل جنونتها علينا، دي متكلمه لغايه دلوقتي اربع مرات. اه اعملي معروف. ده انت هتروحي لها 6 اكتوبر؟ ما كنتش خليتيها بعتت السواق؟ لا ما هي قالت لي انها عند مامتها في جاردن سيتي. طيب كويس، بقول لك ايه، خدي الفلوس دي وصليها بالمره للراجل بتاع القماش في طريقك. دول كام؟ 4000 جنيه، عديهم. مش حضرتك عديتيهم؟ لا معلش عديهم برضو، الفلوس بتحب العد. حاضر، بقول لحضرتك ايه؟ نعم. ممكن استاذن في اجازه بكره؟ ليه يا مديح؟ اصل لو يطلع على الست اللي خدت عنوانها من عم حسن. اه طب انت اتاكدتي من العنوان اللي اداهولك؟ انا هروح وانا ونصيبي، والله لقيتها خير وبركه، ما لقيتهاش هعرف عنوانها جديد واروح لها عليه. ماشي يا مديحه، ربنا معاكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي، متشكره قوي يا مدام. العفو. اقول لكم يا جماعه، احنا مش هينفع نثق في اي حد بعد اللي حصل لنا مع زياد ده. مظبوط. جريد عام، انتوا قلقانين فعلا باولو ولا ايه؟ اه قلقانين منه، واحنا هنعرفه منين؟ ما قلت لكم 100 مره تبع سيكا اخويا، ما تخافوش. يا دي سيكا، هو سيكا ده يعني من غصه وده من جنه؟ بقول لك ايه، اهم حاجه السلاح ما يباتش في الاوضه الليله دي. لا ما تقلقش على الموضوع ده خالص، انا اتصرفت. اتصرفت ازاي؟ خبيته. خبيته فين؟ عند الجيران. جيران مين؟ جيران جنبنا. بقول لك ايه؟ بقول ايه هنا؟ قلت له انا هاجر الاوضه. دخلت وخبيت السلاح واديتها قرشين، قلت له اي حد اجر الاوضه بلغيني الاول، ما تقلقش.
باولو ولا ايه؟ لا دي غالية. طب بقول لك ايه؟ بلاش بقى تحكي لها وطمنها. اطمنها؟ اه طمنها. لا لازم تقلق طبعا عشان نحلل السبوبة. لا ارعبها احسن، ارعبها. الو ايه يا غالية؟ لا كله تمام الحمد لله. اطمني يعني هنلاقي سكة تانية يعني. بقول لك ايه؟ أنا وعدتك ده لو آخر يوم في عمري أنا هرجع بابنك. اه ماشي يلا أنا لازم أقفل. سلام. ازيك يا تيف؟ صبح تمام نهار أبيض. إيه على فين كده يا عم الشماريخ؟ على فين إيه؟ أنت مش داري بالدنيا ولا إيه؟ البلد خربانة. خربانة؟ يا جدع محمد محمود مولع والغربان متحصره وباذن الله هنقصقص ريشهم النهارده. انت مش جاي معايا ولا ايه؟ لا معلش يا تهامي عارفين انا اصلي بس رايح مع ابويا مشوار كده عشان هنعمل له اشعاعات. اخسى عليك يا ابو حميد انت بتتهرب ولا ايه؟ بتهرب ايه يا تهامي بس؟ بقول لك رايح مع ابويا اعمل له اشعاعات، هتهرب ليه؟ وبعدين هنروح هناك نعمل ايه؟ هنروح نعمل ايه؟ هنروح عشان نجيب حقك يا جدع ولا انت سامحت؟ يعني هم اللي في محمد محمود هم اللي كسروني. كلهم زي بعض عندنا. ولازم يتكسروا عشان يحرموا يعملوا كده تاني معانا. هشوف يا دهاني هشوف بس حوار ابويا يخلص على ايه وبعد كده لو عرفت اجيلكم هبقى اجيلكم. مش ده احمد اللي انا اعرفه، ده انت كنت اول واحد فينا بتشتبك وبتدخل على الامن بصدرك. ايه اللي حصل؟ هي الضربه خلتك جبان قوي كده؟ انا مش جبان يا دهاني انا مش جبان. قلت لك هروح اشوف مع ابويا حوار الاشعاعات ده وهتخلص على ايه وبعد كده لو عرفت اجيلكم هبقى اجيلكم. خلاص بقى في ايه؟ بشوقك يا صاحبي. بقولك يا عم انا عايز اعرف اخرتها ايه؟ فين الراجل اللي فص ملح وبداب ده؟ بقولك يا عم الحاج انا على اخر النبي زهقت من الاوتيل والشارع اللي ورانا والشارع اللي جنبينا والشارع اللي قدامنا. مشوني من هنا يا جدعان مشوني. في ايه يا جدعان؟ في ايه مال؟ كل حاجه تتحل ان شاء الله. احنا هنا عايشين في الجنه. في الجنه. بقولك يا عم ميمي الراجل ده لو ما كانش هيساعدنا نشوف الف غيره. يا اما اتكلم اخوك دلوقتي عشان نعرف راسنا من رجلينا. ماشي هات يا عم اكلم سيكا. مساء الخير. مساء الخير يا برودك يا اخي. سيبنا من الصبح عمالين ناكل في نفسنا. انت فين؟ ايه يا عم كنت بلعب ولا ايه؟ يا عم ما بتلعبش ولا حاجه. ايه يا عم النجم وصلت لايه؟ مفيش يا سيدي زياد ده رقبته لكم وعرفت ان هو وشويه جماعه معاه خاطفين الواد بتاعه. ماشي طب العيال دي يعني بتحكي في ايه؟ العيال دي بتحكي في خطف بني ادمين وتجاره في العيال من بلد لبلد. ايوه انا سمعت الكلام ده من زياد قبل كده في وسط كلامه. ايوه يا عم بس الواد ده وضعه مختلف. الواد ده ابوه هو اللي بعته هناك امان. عشان كده مش هنعرف نتفاوض معاهم في الفلوس ابدا. وزي ما انت قلت هو امان. زاد بقى ان المكان ده عليه حراسه بغباوه، يعني مش هنعرف ندخل فيه لوحدينا، احنا محتاجين معانا رجاله تساعدنا. صح، احنا لازم نجيب رجاله عشان احنا لابسين طرح، مش كده؟ ايه يا مين؟ ما تهدى يا عم مين في ايه؟ شوف بيقول ايه؟ بقول لك ايه؟ لو عايزين تنفذوا العمليه دي لوحدكم اوكي، بس انا اوت. احنا ننفذها لوحدنا. ثواني يا ميمي بالعقل يا ميمي في ايه؟ هات اللي عندك عم باولو خلصنا. هو شكله لازم نشوفه بعينه. تعالى يا سيدي. ايه ده؟ دي قلعه بعيده عن كده عن الجبل. Noi, noi.
عشان اروحك. انت اسمك ايه؟ وانا اسمي ميمي. عايز تروح لماما؟ طب يلا. Thank you.
نفسي اعيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر، وكان نفسي اعيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا بتوشر.